كثافة سكانية عالية تعيش على أقل من 7% من مساحة مصر في ظل نمو سكاني متسارع. وده معناه ضغط شديد على المرافق الغير مصممة لتلك الكثافات السكانية. كانت النتيجة ظهور ملف المناطق الخطرة، وده كان حالنا قبل 2014. توفير سكن ملائم لكل المصريين كان من أهم أهداف الدولة المصرية، وكان التحدي كبير وصعب. ٣٥٧ منطقة غير آمنة بتهدد حياة سكانها تم تطويرهم بداية من عام 2014 وحتى عام 2022 بتكلفة وصلت ل 85 مليار جنيه. مناطق تم تطويرها لإزالة مصادر الخطورة فيها، وبالفعل قدرت الدولة تطور 97% من المناطق القابلة للتطوير، وتم إزالة 90% من المناطق الغير قابلة للتطوير بحلول عام 2022. 60 منطقة غير مخططة تم تطويرها بتخدم 460 ألف أسرة بتكلفة 318 مليار جنيه. تم وجاري تنفيذ 1.2 مليون وحدة إسكان اجتماعي ومتوسط وفاخر بتكلفة 540 مليار جنيه. بيصل إجمالي عدد المستفيدين من مشروعات الإسكان الاجتماعي 4.5 مليون مستفيد حتى عام 2022، وبيصل عدد المستفيدين من مشروعات الإسكان المتوسط والفاخر إلى 1.3 مليون مستفيد. بس المرة دي بنبنيها وإحنا مش بنفكر غير في الاستدامة. تم إنشاء 24 مدينة جديدة وجاري البدء في تنفيذ 14 مدينة أخرى. استغلينا الظهير الصحراوي لكل المحافظات تقريباً عشان نتوسع ونؤسس بنية تحتية ذكية بنظم تدوير مخلفات ومرافق متطورة قادرة على إنها تستوعب أكثر من 30 مليون مواطن. أنشأنا العاصمة الإدارية الجديدة وتم تقسيمها على أعلى مستوى بحيث إنها تكون العاصمة الجديدة عاصمة للمال والأعمال في المنطقة، وواحدة من أكبر المدن الخضراء المبنية على قواعد الاستدامة في الطاقة، وفي نفس الوقت هتكون مدينة ذكية بتتقدم فيها الخدمات بشكل إلكتروني، ومدينة سكنية قادرة على استيعاب أكتر من 6 مليون نسمة. كذلك قمنا ببناء مدن بطابع سياحي زي الجلالة والعلمين الجديدة، واهتمينا إنها تكون مدن عصرية قادرة على جذب السكان بمختلف مستوياتهم في كل الأوقات. فحرصنا على توفير مشروعات سكنية داخلها تناسب كل الفئات، وعززناها بجامعات ومدارس، ووفرنا للطلبة كل المرافق والخدمات بحيث إن كل مدينة بنبنيها تبقى شاملة كل الأنشطة اللي أهلينا بيحتاجوها. وإجمالاً وصلت تكلفة مشروعات التنمية العمرانية من 2014 لحد دلوقتي حوالي 2050 مليار جنيه. فصل مهم من فصول حكاية وطن، توفير الحياة الصحية الآمنة لكل المصريين باختلاف مستوياتهم، لأن الحق في السكن هو حق كل ولاد مصر على أرضها، وده اللي خلانا نبني في 7 سنوات بس قد اللي اتبنى في مصر خلال 38 سنة.